مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي الدبلوماسية، واليوم في هذه الحلقة من برنامجنا نتطرق حول قضية سد النهضة، وخاصة بعد الملأ الثاني لخزان سد النهضة، حيث أنه الإعلام المصري والسوداني كانوا يروجوا بأن هذا الملأ يؤثر على المصالح المائية لكلا الدولتين، ولكن انتهى الملأ ولم نرى أي أضرار حدثت في مصر والسودان. نتطرق حول هذا الموضوع، كما نتطرق حول مفاوضات سد النهضة وتحويل مجلس الأمن الدولي هذه القضية إلى الاتحاد الأفريقي. معي في هذه الحلقة الأستاذ موسى شيخو، المحلل والباحث الإثيوبي. سعيد جدا لتكون معنا في هذه الحلقة أستاذ موسى، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأيضا نهنئكم على نجاح عملية الملأ الثاني من دون حدوث أي ضرر في الدولتين. أستاذ موسى، ما هي الأهمية التي تمثلها عملية الملأ الثاني في سير بناء سد النهضة؟ نعم، السد النهضة العظيم هو مشروع قومي وطني، وكما تعرفون عملية الملأ الأولى كان لها زخم كبير في الداخل الأثيوبي، وكما كان هناك حرب وشاملة إعلامية من دولتي المصب، فعملية الملأ الأول اكتملت بسلام وتمت بنجاح في العام الماضي، وكذلك نفس قصة عملية الملأ الثاني، حيث كان هناك حرب الضروس وحرب مستميتة إعلامية على أثيوبيا، وكذلك حروب دبلوماسية حتى وصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وكان من المشروع الذي تم تقديمه أمام مشروع جلسة مجلس الأمن الدولي مشروع فيها بند إجبار أثيوبيا على إيقاف عملية الملأ الثاني، والتي هي ليست من اختصاصات مجلس الأمن الدولي، ف وصل الأمر إلى منتهاه من حيث محاولة إيقاف أثيوبيا عن تنفيذ عملية الملأ الثاني ومحاولة إيقاف مشروع سد النهضة، ولكن بحول الله ثم بفضل جهود الأثيوبيين وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا خلف هذا المشروع أدى إلى نجاح عملية الملأ الثاني، وكذلك من دون أن يحدث هناك أي ضرر كما هو الملأ الأول. إذن فإن الترويجات التي كانت تروجها وسائل الإعلام المصرية والسودانية أن الملأ الثاني يؤثر على المصالح المائية لكلا الدولتين هي ترويجات باطلة حسب قولك. نعم، هو عملية الملأ الثاني هو مش قصتها أنها تؤثر على المصالح المائية في الدولتين. عملية الملأ الثاني قصتها أن فيها أثيوبيا تنجح في إنتاج الطاقة الكهرومائية بعد عملية الملأ الثاني، فإذا أنتجت الطاقة الكهرومائية فإن ما يتم الترويج له من أضرار على المصالح المائية في الدولتين سيكون كاذبا، وسيكون كلام بعيد عن الصحة وكلام عاري عن الصحة. فهذا ما حدث بالضبط، وقبل أمس صرح السفير الأثيوبي في موسكو في روسيا بأن أثيوبيا ستبدأ في إنتاج الطاقة الكهرومائية في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر، إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر، من التوربينات الموجودة توربينتين، اثنين توربينات تستقلم توربينة اثنين. نعم، فهذا هو الذي تهدف إليه أثيوبيا، وهذا ما ينبغي أن يشهد العالم جميعا على جدية أثيوبيا في عدم إلحاق الضرر بالدولتين، وفي نفس الوقت على نية أثيوبيا الحسنة في أن هذا المشروع هو مشروع تنموي نهضوي يقصد به توفير الطاقة للأثيوبيين وتوفير التنمية في البلد،
وكذلك مراعاة حسن الجوار مع الدولتي المصب. فالكلام الذي يقال عن الضرر والكلام الذي يقال عن التشكيك في أمان السد والتشكيك في إدارة السد، هذا كله كلام سياسي بعيد عن الواقع. وأثيوبيا يعني من البداية، يعني من كما أقولها دائما، منذ قرن نفكر في هذا السد، ومنذ عشرات السنين ندرس في دراسة جدوى في كيفية انطلاق هذا المشروع، ومنذ 10 سنوات عمليا نحن دخلنا في هذا المشروع ونحن نبنيه وبنيناه حسب الجدول، ولم نخفيه عن أحد، والمواعيد كلها في وقتها. هذا الإنجاز الكبير الذي تم بعملية الملء الثاني، ما الذي ولد في نفوس الإثيوبيين من خلال هذا الملء؟ عملية الملء الثاني هي نقطة فارقة في تاريخ أثيوبيا وفي تاريخ الأثيوبيين وفي مرحلة هذا المشروع، هو نقطة فارقة ومهمة جدا، وهو بعده ما له، يعني هناك فرحة عارمة، وشعور الأثيوبيين بأنهم حققوا إنجاز كبير، إنجاز مشروع قرن. والسبب كما ذكرت في البداية أنه المرحلة الثانية هو الوصول إلى الهدف من هذا المشروع، تحقيق الهدف من هذا المشروع هو إنتاج الطاقة الكهربائية. والآن أثيوبيا تستعد وتعمل بكل جدية وبكل جهود ونشاط لتحقيق هذا الهدف، وباقي شهور تفصلنا شهور عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وما بعده يكون تكملة وتوسيعا لهذا الهدف. فلذلك اعتبر الملء الثاني بالنسبة لإثيوبيا قضية وجودية، كما يقولون في دولتي المصب بأن نهر النيل والأمن المائي قضية وجودية، فكذلك أثيوبيا بالنسبة لها الملء الثاني كان قضية وجودية، وهو ما تحقق. والمفرح في الأمر والمبشر فيه أن عملية الملء الثاني لم تؤثر في كلا الدولتين بشهادتهما وليس بشهادتنا نحن. نحن قلنا لهم بأن لا توجد هناك مشكلة في الملء الثاني، فلم يصدق، وتم الترويج وتمت المحاولة. إذن نحن نفهم أن محاولة إيقاف مشروع سد النهضة وإيقاف عملية الملء الثاني لم تكن بسبب الضرر، وإنما هو الوقوف ضد تحقق هذا المشروع وضد اكتمال بناء سد النهضة. فيما يتعلق بعملية الملء الثاني، هناك تشكيك لهذا الملء، حيث أن وزير الري السوداني عبر عن فشل هذه العملية وقال أن عملية الملء الثالثة ستكون كارثيا لفشل الملء الثاني، وكذلك يقول أن سد النهضة يؤثر على 500,000 أو نصف سكان السودان، ما تعليقك في هذا الجانب؟ أولا بالنسبة للسودان، السودان آخر المفاوضات التي خاضها بحسن نية تتوقف في تاريخ 13 شهر 6 عام 2020، عندما تم الاجتماع إسفيريا بمفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي، تم تكليف السودان بإعداد صيغة نهائية للاتفاق، فذهب السودان ولم يرجع بعدها بحسن نية إلى المفاوضات. والسبب والتغيير السياسي الذي حدث في السودان وتطابق موقف القيادة السودانية الجديدة مع الموقف المصري تماما في إفشال المفاوضات،
وتسييسها وربطها بالحدود وتذبذب المواقف في البداية، ثم التطابق مع الموقف المصري تماما. فمطلب السودان في قضية سد النهضة غير المطلب المصري، لكن مع ذلك تطابق موقفه مع الموقف المصري الذي يقول دائما بأنه ليس ضد سد النهضة، ولكن في أرض الواقع يعمل ضد سد النهضة من البداية ويقول كلام سياسي. ثم مضت الأمور بتبادل الأدوار بين دولتي مصر والسودان في إفشال المفاوضات، مرة تنسحب مصر ومرة ينسحب السودان، ومرة يعني إطلاق تصريحات وكلام ناري وتهديدات بعمل عسكري من مصر، وكذلك السودان باتخاذ إجراءات وعقوبات إلى آخره، ولجنة مشكلة في السودان تعمل ضد المصالح الأثيوبية، وهذا بحسب تصريح وزيرة الخارجية السودانية. فهذه الأمور وغيرها جعلت مفاوضات سد النهضة معقدة، وإلا مفاوضات سد النهضة وصلت إلى 95% بشهادة وزير الري السوداني في العام الماضي، قال لم يتبقى من مفاوضات سد النهضة إلا الجزء السياسي أو الجزء القانوني، وهو النقاط غير كبيرة. هذا ما قاله وزير الري السوداني، وكذلك تصريحات مصرية. كذلك ماذا حدث؟ الذي حدث هو ما قلته، هو أخذ موضوع سد النهضة من الموضوع الفني الذي يعني به الخبراء والمتخصصون إلى موضوع سياسي، الحديث عن فكرة بيع المياه واحتكار المياه والهيمنة على دول القرن الإفريقي وما إلى ذلك. فهذه كلمات لا أساس لها من الصحة، وأثيوبيا تفكر في مواطنيها الذين لا تصلهم الكهرباء، وهم 60%، بينما نهر النيل 86% ينبع من أثيوبيا. أثيوبيا تفكر في مواطنيها، أثيوبيا تفكر في التنمية، أثيوبيا تفكر في استخدام مواردها المائية ولا تفكر في الهيمنة على أحد. فوجود مصر وتقدمها بثقلها وتاريخها هو في صالح أثيوبيا وليس ضد أثيوبيا، واستفادة السودان من سد النهضة وتماسك السودان وبقائه قويا في صالح أثيوبيا، وهذا ما أكده الأثيوبيون حينما ذهب رئيس الوزراء إلى السودان وقام بالمصالحة بين المكون العسكري والمدني. فدائما رغم ما تسييس الدولتين لهذا الموضوع وتهويل أضرار سد النهضة، وهو طبعا أمر غير صحيح، رغم ذلك أثيوبيا دأبت على الدبلوماسية الناعمة والدبلوماسية القوية والدبلوماسية التي تنادي بالتهدئة والسلام في دول القرن الإفريقي. وتاريخنا مع مصر تاريخ عريق، ومصر زميلة أثيوبيا في تأسيس الاتحاد الإفريقي، وغياب مصر عن إفريقيا لسنوات طويلة يعني أثيوبيا لا ترى فيه خيرا، وهو ما نراه الآن من نتائجه. يعني أقول باختصار أن الدولتين مصر والسودان سيستا موضوع سد النهضة وخرجا به عن السياق وعقدا الموضوع وذهبا به إلى جامعة الدول العربية وذهبا به إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن الحل يكمن في أثيوبيا والعنوان الصحيح أثيوبيا وليس الجامعة العربية ولا مجلس الأمن الدولي، والعنوان الصحيح هو الاتحاد الإفريقي، ونحن في بيتنا وصاحب البيت أدرى ما في البيت. فالآن أيضا لم يمر الوقت، قالوا أن أثيوبيا بعدما تكمل عملية الملء الثاني ستغير من لهجتها وستبدي نيتها السيئة في السيطرة علينا. لا أبدا، أثيوبيا لا زالت بنفس اللهجة تدعو إلى المفاوضات، تدعو إلى الاتفاق، وأثيوبيا ترى أن الاتفاق حتمي مهما كان، لأن اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها دولتي مصر والسودان تقول أن مفاوضات سد النهضة
مشروع سد النهضة سد تنموي تكاملي بين الدول الثلاث، هذا حتمي، لا بد أن يكون هذا المشروع مشروع تستفيد منه مصر وتستفيد منه السودان. الآن بعد إنتاج الطاقة الكهرومائية مباشرة ربما تكون أولى ثمارها السودان أو مصر، باعتبار أن موقع سد النهضة قريب من الدولتين، وأن شبكات الكهرباء الجاهزة في مصر والسودان ربما ينفعهما، وإثيوبيا محتاجة إلى العملة الصعبة وتحتاج إلى الدخل، ومعروف أن إثيوبيا ستحصل على مليار دولار شهريا بعد انطلاق المشروع بكامل قوى، وربما أولى هذه الثمار تستفيد منها الدولتين. ومرة أخرى أنا أقول للمواطن المصري والسوداني وكذلك القيادة السياسية التي تسمعنا وتشاهدنا بأن إثيوبيا نيتها حسنة، لا تفكر إثيوبيا في غير مواطنيها، لا تفكر إلا في الطاقة الكهرومائية، وإثيوبيا هي ليست في حالة يمكنها من أن تفكر في الهيمنة أو إلى ذلك. ولا هناك أيضا نقطة أخرى سأذكرك إياها، دائما يرددون في مصر والسودان بأن وراء إثيوبيا قوى دولية وقوى خفية وما إلى ذلك. أريد أن أذكر الجميع بأن إثيوبيا حتى حينما كانت كثير من الدول من بينها مصر والسودان كانت بلدان مستعمرة، إثيوبيا لم يستعمرها أحد. إثيوبيا دولة عريقة لها تاريخ طويل، إثيوبيا تكاتب وتبادل الرسائل مع دول عظمى مثل بريطانيا وإسبانيا وكذلك الاتحاد السوفيتي وما قبله، كانت تتراسل باعتبارها إمبراطورية. فمن المستحيل أن نكون أحرار في زمن استعمر فيه الجميع ونكون عبيد تحرقنا قوى خفية في وقت تحرر فيه الجميع، فهذا الكلام غير منطقي، وهو إهانة غير مباشرة لإثيوبيا بأنها لا تقدر أن تبني هذا السد وبأنها لا تقدر أن تتحدى وتنفذ مشروعا قوميا وطنيا، وهذا كلام بعيد عن الصحة، وهذه ترويجات كاذبة لا أساس لها من الصحة. وأدعو أنا كمواطن أثيوبي ومتابع ومطلع على شؤون القرن الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط، أقول لهم أثيوبيا لا تضمر أي شر، وأثيوبيا علاقتنا مع مصر والسودان علاقة أزلية، لا تعتبروا كلامنا كلاما معسولا، فنحن في حاجة شديدة إلى بعضنا البعض. وسد النهضة إذا حسنت النوايا فهو المفاوضات فيه تمت، المفاوضات فيه وصلت إلى النهاية، فلا بد أن تكون هناك إرادة سياسية بين الدولتين، وهو ما لا نراه الآن، فلا بد من التوجه إلى المفاوضات بنية حسنة والوصول إلى الاتفاق والاحتفال جميعا باعتباره بأن هذا السد سدا ليس خاصا بأثيوبيا فقط، ولكنه مشروع تكاملي بين الدول الثلاث. إذن ما الذي يتطلب برأيك على الدول الثلاث في دفع هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بين هذه الدول، لأنه هناك تسييس وكذلك تدويل هذه القضية كما ذكره وزير الخارجية الإثيوبي دمك أمكونن بأن التسييس وتدويل هذه القضية يؤثر على المفاوضات، ما رأيك في هذا الجانب؟ أولا أنا قلت في أثناء كلامي العنوان الصحيح للحل هو إثيوبيا، والعنوان الصحيح للحل هو الاتحاد الإفريقي، فتدويل موضوع سد النهضة ليس في صالحنا كشركاء في مياه النيل، فأخذ موضوع سد النهضة بعيدا عن المنطقة سيعقد الأمور، هو يضر بالدولتين مصر والسودان في الأول، فلماذا
جربنا مجلس الأمن مرتين، مصر راحت إلى مجلس الأمن مرتين، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن طلبت كل الدول في مجلس الأمن الدولي بالرجوع إلى الاتحاد الإفريقي، وأن هي المذلة الوحيدة للحل. هل منطقي، هل من المنطق أننا نغرق كأثيوبيين 20 مليون سوداني و110 مليون مصري ويسكت العالم؟ هل من المنطق أن تقول دول في مجلس الأمن الدولي، الدول الكبيرة بينها الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا كلهم يدعون بصوت واحد بالرجوع إلى الاتحاد الإفريقي، ويقولون ليس من اختصاص مجلس الأمن أن ينظر في مفاوضات سد النهضة؟ هذا ليس منطقيا. إذن كل الدول، هذه الدول الكبرى بأجهزتها وبكل ما لها من ثقل من علوم وتكنولوجيا يسكتون على أننا نغرق الدنيا؟ هل منطقي؟ هذا ليس منطقي. إذن موضوع سد النهضة موضوع تنموي، موضوع يمكن حله ببساطة إذا حسنت النوايا. كيف متى الحل؟ الحل أن تتخلى الدولتان عن تسييس الموضوع، وأن تتخلى عن مطالبة أثيوبيا بالاعتراف بالاتفاقيات الجائرة التي سميت بالحصة التاريخية. ليس من المعقول أن تجلس يا أخي وتقتسم حقا أنا مشترك فيه، ليس حقا خاصا بي. أنا لم أقول ذلك، أثيوبيا لم تقل أن نهر النيل خاص بها، أثيوبيا قالت أننا ننتفع من هذا النهر بعدل وإنصاف والتوزيع العادل. إذن أنتم يا أحبتي في السودان ومصر، في عام 1959 جلستم اقتسمتم ماء ينبع من داخل دولة جارة، ولم تشركوها في هذه الحصص، فطالبت هذه الدولة مرتين وثلاثا، وأنتم أثناء الاتفاق وأثناء المفاوضات طلبت منكم أن تشركوها فيها فلم تردوا عليها، والآن تطالبون تربطون موضوع سد النهضة مع اعتراف أثيوبيا بهذه الاتفاقية الجائرة. إذن إذا تم تخلي أو إذا تخلت الدولتان عن اعتراف أثيوبيا بهذه الاتفاقية الجائرة، واحد. والنقطة الثانية، إذا تخلت الدولتان عن منع أثيوبيا وتكبيلها من اتفاق من تنفيذ أي مشروع سدود مستقبلا في أثيوبيا، وثالثا إذا تخلت الدولتان عن مطالبة أثيوبيا بالمشاركة في إدارة مشروع قومي أثيوبي خاص بها ويتصل بسيادتها الوطنية، هذه النقاط الثلاث المعضلة حسب اطلاعي في موضوع مفاوضات سد النهضة. فإذا تخليتم عن هذه النقاط فإن الحل قريب جدا جدا، ويمكن حله ببساطة. هناك موضوع أخرى في نقاط إدارة السد في فترة الجفاف والجفاف الممتد. في هذه النقطة المشكلة عند مصر، مصر تريد أن تلزم أثيوبيا بأن يكون سد النهضة خزانا احتياطيا لها، يحتاجون من أثيوبيا أن تفتح بوابة السد متى هم أرادوا وأن تغلقها إن هم أرادوا ذلك. فأثيوبيا هناك اختلاف في هذه النقطة، فأظن أن المفاوضات المقبلة ستتركز في هذا السد، إلا إذا تم التسييس أيضا وتم الترويج للملء الثالث، كما تحدث وزير الري السوداني يقول أن الملء الثالث سيكون كارثة على السودان، وهو شيء طريف بالنسبة لي، لأنهم قيل عن الملء الأول كذلك وعن الملء الثاني كذلك،
الآن يتم الترويج مبكرا عن الملء الثالث حتى قبل انتهاء موسم الفيضانات من الملء الثاني. فأظن أنه إذا لم يتم التسييس لهذه المواضيع فإن المفاوضات والاتفاق سيكون ممكنا. وإثيوبيا أبدت حسن نية ودعت إلى الاتفاق وعرضت إفاد متخصصين في السدود بأن يكونوا في موقع سد النهضة، وأظن لا يوجد هناك أفضل من أن تطلب أن يكون هناك شركاء موجودين في موقع سد النهضة للاطلاع على البيانات والمعلومات بتفاصيلها. فيما يتعلق بالمفاوضات، النخب المصرية والسودانية تطالب باتفاق قانوني وملزم، ماذا يقصدون بالاتفاق القانوني والملزم؟ وهل هذا الاتفاق القانوني والملزم سيحقق مصالح الدول الثلاث؟ المشكلة لا توجد هناك اتفاقية ولا تكون ملزمة. لماذا الاتفاق أصلا يكتب؟ ولماذا الاتفاق يحدث؟ الاتفاق يحدث لماذا؟ يعني حتى يلتزم الطرفان الموقعان على الاتفاق، يلتزم يعني يلتزم بما يرد في نصوص الاتفاق. إذن أي اتفاقيات هي تكون اتفاقيات ملزمة. لكن المشكلة لا تكمن في أن إثيوبيا ترفض كما يصورون ويروجون في دولتي المصب بعض النخب بأن إثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم. لا، إثيوبيا لا ترفض الاتفاق الملزم، لكنها لا تريد أن توقع على الاتفاق الملزم بالصورة التي تصورونها أنتم، بالصورة المكبلة التي تمنع إثيوبيا من استخدام مواردها المائية. أنا ذكرت النقاط الثلاث، نقاط الحصص التاريخية الجائرة، ونقاط المطالبة بالاشتراك أو بالمشاركة في إدارة سد النهضة، ونقطة منع إثيوبيا من بناء أي سدود تنموية أخرى في الداخل الإثيوبي. هذه النقاط الثلاث تدخلها الدولتان في نقاط اتفاق القانون الملزم. فاتفاق القانون الملزم يتضمن هذه الأمور الثلاثة. إذن أنا قلت إذا تخلت مصر والسودان عن مثل هذه الشروط الجائرة التي تمس السيادة الوطنية الإثيوبية، فإثيوبيا قريبة من الاتفاق جدا، والاتفاق ممكن وسهل. إذن الاتفاق الملزم الذي يتحدثون عنه يشتمل على هذه النقاط الثلاث. والسودان بالنسبة للسودان كانت مخاوفه كانت معقولة وحتمية تبادل المعلومات واردة، لكن إثيوبيا عرضت المعلومات وعرضت بإفاد خبراء أو مديري سد الروسيس أن يكونوا في الموقع ليطلعوا على كل شيء. فالسودان أيضا سيس الموضوع وذهب إلى الموقف المصري وربطها تبادل المعلومات ضمن اتفاقيات شاملة وملزمة كما يقولون. فبسبب اقتراب الوقت من الملء الثاني، إثيوبيا عرضت أن يكون هناك الاتفاق المرحري على الملء الثاني فقط حتى لا يحصل الملء الثاني من دون اتفاق شامل، لكن السودان رفض ومصر رفضت، وتم الملء الثاني من أن يكون هناك اتفاق شامل. فهذا فهم العالم وفهمنا جميعا بنية إثيوبيا الحسنة والطيبة والحرص الشديد من دون الإقدام، عدم إقدام على أي خطوة من دون الاتفاق. لكن التعنت الذي ظهر من الدولتين المصرية والسودانية حال دون ذلك. نرجع إلى الداخل الإثيوبي الآن، ماذا يتطلب على النخب والسياسيين الإثيوبيين في إكمال عملية بناء سد النهضة وإتمامها؟
أنا الداخل الأثيوبي هو طبعا نحن في بداية انطلاق مشروع سد النهضة عمدت مصر إلى حرمان أثيوبيا من التمويل الدولي للسد، والحمد لله أن التمويل لم يكن دوليا، فلو كان كذلك لتم إيقاف هذا المشروع ولا تم إجهاضه في الطريق، فأصبحنا أحرار بأننا أنفقنا من عرق جبيننا وأنفقنا فيها أوقاتنا وأنفقنا فيها كل أفكارنا وجهودنا من أيدينا ومن جيوبنا، فهذا فخر للأثيوبيين ومرحلة تاريخية للجيل القادم. إذن تم عملية الملء الأولى، تم عملية الملء الثاني وكلاهما بنجاح، ووصل المشروع إلى 81%. معنى هذا أننا تخطينا المراحل الصعبة وأننا اقتربنا من الهدف بقوة، وربما حققنا الأهداف من هذا السد. إذن لابد من إكمال هذا المشروع القومي الوطني العملاق العظيم الذي بنيناه بسواعدنا، وأن نواصل المشوار في التمويل أكثر من ذي قبل، وأن نركز في هذا المشروع ونجعل كما تعودنا من البداية موضوع سد النهضة فوق التجاذبات والاختلافات السياسية. أي أثيوبي حتى غير الأثيوبي من دول الجيران حكومة ومعارضة نجعله فوق الاختلافات كما تعودنا، نحتفل بأن بإكمال وإتمام هذا السد إلى النهاية، فنواصل في التبرعات بطريقة مختلفة، المجتمع المدني، مؤسسات وجمعيات ومؤسسات حكومية، وإثيوبيين في الداخل والخارج، يعني نستخدم الأساليب والطرق المختلفة لتوفير التمويل. أنا أقول للأخوة الأثيوبيين جميعا، أقول للمواطنين والنخب السياسية كذلك، والنخب السياسية هي المعنية في الأول، إن هذا السد المرحلة التحديات التي نمر بها اليوم كوطن كبلد هي طبيعي، لأن طموحات أثيوبيا يجعلها في هذه التحديات. أي دولة تريد أن تتطور وتنمو للأمام تأتيها هذه التحديات من كل الجهات، فلا بد أن نتخطى هذه التحديات بإكمال هذا المشروع العظيم، لا ندخله في التجاذبات السياسية. أنا أخاطب في هذه النقطة السياسيين، القيادات السياسية في كل مواقعها سواء في الحكومة وسواء في المعارضة، نركز ونصب جهدنا على إكمال هذا المشروع والتركيز في التمويل الذاتي لهذا السد داخليا وخارجيا، فهذا هو. والشيء الثاني، هناك شريحة مهمة جدا في دفع عملية التمويل الأمام، الأخوة الذين يشتغلون بالإعلام ويشتغلون بالفن وفي التراث، يدخلوه في أعمالهم أي إصدار فني، تأليف كتاب، تأليف شعر، تصدير إصدار موسيقى أو غيرها، أي واحد، حتى الجهات الدينية في من كل الجهات لابد أن يدخلوا موضوع تمويل حملة جمع التبرعات، حملة التمويل أن تكون منصبة في هذا الموضوع حتى يرى هذا السد النور ويكتمل بحلول عام 2023 حسب الجدول المقرر له. كلمة أخيرة تريد توجهها
بمناسبة هذا اللقاء؟ أخيرا وليس آخرا، فأنا أوجه كما قلت بأن أثيوبيا تمر بمرحلة تحديات، وهذه التحديات نخرج منها بإكمال هذا المشروع. فما نراه الآن من ضغوطات دولية وضغوطات محلية يعني أغلبه هو مشروع سد النهضة. إذن لابد أن يقف الإثيوبيون وقفتهم التاريخية. قد تحدث تغيرات في الأفكار، تطورات في الأمور، لكن سيبقى هذا المشروع مشروعاً، يرثه الأجيال. فإذا لابد أن نشد على يد بعضنا البعض ونعمل على تحقيق وإنجاز هذا المشروع، وخاصة النخب، أقول لهم النخب الأثيوبية، نحن الأثيوبيون مسالمون، نحن دولة أشير إليها قبل عام 1400 و500 سنة بأنها دولة لا مسالمة، دولة لا يظلم، بلد لا يظلم فيها أحد. فالنخب لا ننجذب وراء بعض الألفاظ المسيئة من دول الجيران في دولتي المصب. ندعو إلى السلام، ندعو إلى التكامل، ندعو إلى الوصول للاتفاق، ندعو إلى التكاتف والتآزر في منطقة القرن الإفريقي، ونكون قدوة للإفريقيين كما للأفارقة كما تعودنا. وبإذن الله عام 2023 نلتقي وقد اكتمل المشروع وعم السلام في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد مشكلة لها علاقة بسد النهضة. شكرا جزيلا أستاذ موسى شيخو، الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، لهذه المقابلة المستفيضة. مشاهدينا الكرام، نشكركم أيضا لمتابعتكم معنا هذه الحلقة التي قدمناها لكم حول سد النهضة، وحتى نلتقي في برنامج مماثل في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.